جاهزين تتعرفوا كل أسرار الحفظ السريع وعدم النسيان؟ يلا تنبلش. كبوا الإبرة، بيسمعوا رنتها، وأول واحد الفون. الدماغ يا صبايا مثل سفنجة، وتكونوا متفوقين تطلعوا الأول بالصف. هاي حلوين، أنا ريتا، وحلقة اليوم هو السر اللي رح أعطيكم إياه عن كيفية الحفظ السريع وعدم النسيان. بعرف قد هذا الموضوع أوقات بيكون مزعج للبعض، لأنه أوقات مننسى ما بنعرف ليه. رح أعطيكم كل الأسرار بهيدي الحلقة، وهيدا الفيديو أكيد نزولاً عن طلب نور، يلي عبالها تعرف كيف الإنسان بيكون ناجح بالدروس وبكل شيء. فيا نور، هيدا الفيديو إليك، واللي بعد لهلأ ما عمل سبسكرايب على قناة جمالوكي بعتقد أنه رح تعملوا سبسكرايب دغري بس تحضروا الحلقة، لأنه بتعقد. جاهزين تتعرفوا كل أسرار الحفظ السريع وعدم النسيان؟ يلا تنبلش. صبايا اللي ما بتعرفوا عني، انه انا من ايام الدراسه كنت حدا كتير متفوق بالمدرسه، وكنت اطلع من الاول، وهذا الشيء كمان بينطبق على خيي. ولكن الفرق بيني وبينه انه انا لما كنت اوصل على البيت كنت ادرس حوالي 5-6 ساعات تقدر احفظ، وهيك دماغي يمتص كل هالمعلومات وما انسيهم. اما خيي بنص ساعه يكون مخلص كل دروسه وعن جد يكون متفوق. وضلت هيدي المشكلة مرافقتني بكل حياتي. عندي شورت ميموري، ما بعرف مين منكم مثلي، بس عن جد كانت مشكلة كتير تضايقني. لحديد ما لقيت السر تقدر اتخطى هيدي المشكلة، هون بجمالوكي. صدقوا أو ما تصدقوا، بجمالوكي لما أنا أطلع معكم بالحلقة بيكون عندي كم هائل من المعلومات تأتشاركها معكم، بكون عاملة ريسيرش كتير كبيرة، دقة لكتير أخصائيين. فأنا بكل حلقة بكون هيك معبية دماغي بكم هائل من المعلومات تأتشارك هالمعلومات معكم. خلينا نبلش. كيف بتبلشوا تحفظوا بطريقة سريعة وبدون ما تتعذبوا؟ أهم شيء تهيئ الجو. شو يعني تهيئ الجو؟ يعني لازم تكتشفوا أنتو شو الجو يلي بيناسبكم كرمال تقدروا تحفظوا هالمعلومة. في نوعين من الأشخاص، في الأشخاص اللي بيحبوا الضجيج، وفي الأشخاص التانية يلي إذا كبوا الإبرة بيسمعوا رنتها. فأنتوا أول شي لازم تعرفوا أنتوا أي نوع، وعلى هيدا الأساس تهيئوا الجو. يعني إذا بيزعجكم الصوت لازم تروحوا تختاروا أوضة ما فيها ضجيج أبدا. الحالة النفسية والجسدية بيلعبوا دور كتير كبير يا صبايا. الشغلة الأولى اللي لازم تعملوها أول شي إنكم تتناولوا الغداء. ما فيكن تكونوا عم بتفكروا بالجوع أو بالعطش أو تتناسوا هالموضوعين قبل ما تبلشوا تكونوا عم بتركزوا على موضوع معين. هيدا أول شغلة. تاني شغلة، شلحوا تياب المدرسة، ارتديوا شي هيك مريح، شي يمكن البيجاماز تبعولكن، انتو بتقرروا شو اللي بيريحكن، خدوا هيك حمام سخن، ريحوا أعصابكن، واشربوا شاي، وأنا بنصحكن باليانسون يلي بيرخ الأعصاب بطريقة كتير كبيرة. فإذن لازم تكونوا مرتاحين كتير نفسياً قبل ما تبلشوا بحيلا عملية حفظ، وإلا عملية الحفظ مستحيلة. تالت شغلة يا صبايا، لازم تتخلصوا من مصادر الإلهاء، وأول واحد الفون، لأنه فيسبوك وإنستغرام وكل هالأمور رح تخليكن تنتقلوا من تركيزكن لمطرح تاني. فهيدي الشغلة كتير مهمة، حطوا تليفونكم بمطرح تاني، بلكي حطوه على تشارجر، بس انسوه نهائيا. الدماغ يا صبايا مثل سفنجة. في شغلة كتير ذكية لازم تعملوها تتكونوا عم تتحايلوا على دماغكم، ويلي هي انكم تكونوا عم تستعملوا حاستين مع بعضكم كرمال تيمتص هالدماغ المعلومة بطريقة أسرع وبطريقة بتدوم أكتر. يعني خلينا نعتبر مثلا انه عندكم درس تاريخ وبدكم تحفظوه، لازم تشغلوا حاستين يلي هن مثلا انكم تكتبوا وتقروا على العالي. لما بتسمعوا صوتكم وتكونوا عم تكتبوا وتشوفوا هيدا الشيء بالنظر بتحفظوا المعلومة أسرع بكتير. جربوها. أوقات المعلومات تبعونا بيكونوا كتير كتار، نحنا ممكن انه نختصرهم برؤوس أقلام، نعمل مثل brainstorming، وأنا هيدي الطريقة اللي بعتمدها بالحلقات تبعولي.
الحلقة تبعيتي باختصارها بكلمات، يعني كلمة وحدة دغري بتعطينا مثل حبل أفكار كتير طويل، وبقدر ساعتها فسر لكم وأحكيكم بالحلقة عن كل المواضيع وكل التفاصيل. بهالطريقة بتنظموا كتير شغلكم، وإذا ما حبيتوا هيك شي فيكن تنقوا شي تاني. ليكو أنا قدي عندي أجندز وقدي عندي دفاتر كرمال تأختصر فيهم ونظم فيهم كل دروسي أو كل الأشياء اللي بدي أحفظها. ما بعرف إذا أنتم مثلي، بس من أنا وصغيرة كنت دايماً تأحفظ بطريقة سريعة، اتخيل حالي أنه أنا الأستاذ وفي أشخاص ما بعرف مين هن التلاميذ. بس فعلياً هيدا طريقة علمية مثبتة أنه الشخص بيقدر بهيدا الطريقة يحفظ بطريقة أسرع. يعني تخيلوا حالكم أنه أنتم الأساتذة واشرحوا لشخص ما بعرف مين، بس هتحفظوا أسرع. يا صبايا، من الاشياء كمان اللي لازم تعملوها من بعد ما تكونوا خلصتوا درسكم، يا اختبروا نفسكم، يعني اعملوا اختبار صغير على ورقه ورجعوا قارنوا الاجوبه، او خلوا حدا من اهاليكم او رفقاتكم يسمع عنكم، وهيك بتعرفوا اذا انتم حفظتوا وعملتوا واجباتكم صح او لا. هلا رح علمكم كم طريقه كرمال الدماغ تبعولكم تكونوا عم بتشغلوه بطريقه صح يخليكم تحفظوا بطريقه اسرع. ركزوا معي منيح لانه هالاشياء الصغيره بتعمل فرق كتير كبير، وانا اختبرتها شخصيا. ممارسه الرياضه يا صبايا، انتم بهذه الطريقه عم بتخلوا انه ينتقل هالاكسجين كله على الدماغ، وشو كمان تتجدد الخلايا. لما بتتجدد الخلايا بالدماغ هذا الشيء بيحسن ذاكرتنا بطريقه كتير كبيره، فما تستهينوا ابدا بممارسه الرياضه. قوه الدماغ مثل عضلات الجسم، اذا حركتون ونشطتون بيتنشطوا، واذا تركتون وهملتون بيروحوا. فانا بنصحكم كمان نصيحه بطريقه كمان معينه كرمال تكونوا عم بتشغلوا دماغكم، هو انه تتعلموا مثلا لغات جديده. لما بكون زهقانه بتعلم فيهم لغات، يمكن اليونانيه الايطاليه التركيه الفرنسيه، وليه لا تتعلموا بتتثقفوا، ومن ناحيه تانية بتفيدوا دماغكم بطريقه بتجنن. هل يوجد مكتبه في هذه المدينه؟ هو شهر دا كارتاسي فارمي. واخر شغله يمكن تقولوا لي انه هذا الشيء بنعمله دائما ولكن ممنوع لي اهتمام كتير كبير، واللي هو شرب المي. يلي ما بتعرفوه يا صبايا انه اوقات بدماغ في عنا خلايا مكونه من المي. طيب اذا بيصير في عنا شح بالمي بجسمنا شو بيصير؟ بيصير في انكماش لهالخلايا تبع الدماغ، وبالتالي انكم تحفظوا بيصير هذا الشيء امر مستحيل. يعني شرب المي كتير مهم. هيدي كانت حلقة اليوم، إن شاء الله عن جد كون فدتكن بكم هائل من المعلومات والطريقة الذكية والسريعة كرمال تحفظوا كتير بسرعة وتكونوا متفوقين تطلعوا الأول بالصف. إذا حبيتوا أكيد هيدي الحلقة حطوا لايك شير اند فولو كل السوشيال ميديا بلاتفورمز تبع جمالوكي، ونزلوا التطبيق لأنه كتير بفيدكن، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب إذا بعد لهلا ما عملتوا سبسكرايب. أنا بدي أقول لكم أنا كتير بحبكن وبشوفكن جمعة الجاي. باي.